من فترة سمعت أغنية مرسال لحبيبتي لأول مرة لايف، وللأسف الأغنية دي ليها عندي ذكريات كتير قوي. عدت قدامها أفكر ليه أنا ممكن أكون حبيت حد للدرجة دي وفي المقابل محبنيش كده؟ ليه كنت وفضلت مقتنعة أن كتابة المرسال للحبيب حتى لو هو مش بيقراه هي من أحلى الأفكار الرومانسية في التاريخ؟ لكن طبعاً إحنا في مجتمع مش بيشجع على الرومانسية، ومع شباب مش بيقدروا المعنى الحقيقي للحب الأفلاطوني اللي ملهوش أهداف غير إن هي سعيدة بالجواز ونعيش في تبات ونبات. لكن لأ، سوري، الشباب المصري كله فكرته عن الجواز مش مرتبط أصلاً بالحب الرومانسي والرسائل والتعبير العظيم بالكلمات. الراجل المصري لو قال لواحدة إنه بيحبها مش بيبقى ملحق طيها أي رومانسية باتنين جنيه، هتلاقيه ماشي على العرف في الموضوع، هدية دبدوب وكبير ومرة بوكيه ورد،